أخرج المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في مسيرة بنواكشوط رفع خلالها أنصاره لافتات تندد بغلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وأخرى تندد بالفساد والنهب والمحسوبية ورفض تمديد المأموريات وتعديل الدستور. وقال الرئيس الدوري للمنتدى صالح الحنان أن موريتانيا بحاجة إلى الاستقرار والعدالة والتناوب السلمي للسلطة من أجل مستقبل ينعم فيه المواطن بالكرامة والشرف. موريتانيا لا بد لها من الاستقرار، ولا بد لها من الحرية، ولا بد لها من العدالة، ولا بد لها من التناوب السلمي للسلطة. هذا هو اللي يضمن أنه مستقبل نعيش فيه بكرامة، ونعيش فيه بشرف، ونعيش في وطننا اللي ما عندنا وطن غيره. مواطنينا في الولايات اللي جيناها وفي المدن اللي جيناها عبروا بكل وضوح وبكل جلاء على أنهم ملتفين حول المنتدى، وعلى أنهم يدوروا التغيير الحقيقي، يدوروا دولة العدالة، يدوروا دولة المساواة، يدوروا دولة الكرامة للشعب الموريتاني كامل بكل مكوناته. اليوم جمعتوا للحشد، اليوم اللي منقبض تدخل الحشد كيفتو موريتان. اليوم هم جايين يدوروا التعيين، ولا هم جايين ينافقوا، ولا هم جايين ينزلفوا، جايين جايبتهم الحمية لوطنهم. وقال الحنان إن المنتدى ليس معنيا بالحوار السياسي المرتقب ما لم يقدم النظام ضمانات حقيقية، مضيفا أن التجارب السابقة للحوار مع النظام ليست مشجعة على المشاركة معه في حوار جديد. ولا نمهروا لي شعروا ولا ندروا، لأن تجربتنا مع أولا عبد العزيز في ذاك الفات عدل من أشبه الحوارات معروفة، حتى ذاك اللي عدل منها ولا يبلغ بعد عقب تنكر له في كل الفترات. حد ذنبته ما تقد مدة تمشي معاه شهر حوار سابق ما فات، تأكدت انه هذا الشيء لا يفوت موريتاني ولا يقدم موريتاني ولا يحل مشاكل موريتاني. ضايقة الحرية نختار نقول لكم على ان في المنتدى الوطني الديمقراطية والحرية متمسكين كيف قلت مكاسبنا ومن اهم مكتسباتنا الحريات يسومنا الحريات الاعلاميه، ويسومنا حريه التعبير، ويسومنا حريه التظاهر، ويسومنا حريه التعبير اللي عبرت بها بعض فئات الاجتماعيه. وفي هذا المقام نطالبوا باطلاق سراح سجناء ايران. ومعنا في الاستديو محفوظ البتاح رئيس القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. رئيس المنتدى قال أنكم لستم معنيين بالحوار المرتقب ما لم تقدم ضمانات كافية، إذن بعضكم يطالب بضمانات وآخرون يطالبون بتصريح بخصوص الدستور، هل اتفقتم على ما تريدونه بالضبط؟ هذه من الضمانات التي يجب أن نحصل عليها من طرف النظام. نحن متأكدون أن النظام القائم لا يريد حوارا جادا يخرج موريتان من الأزمة السياسية المستشرية التي يعيشها منذ عدة سنين. حددنا عدة قضايا نريد أن نتأكد من خلالها بأن النظام يتوجه إلى نوع من الجدية في التعامل مع الطبقة السياسية المعارضة له. ثم أضفنا حصل أخيرا بأن النظام خطأ خطوة هروبا إلى الأمام بتصريحاته حول مقابلية الدستور لتعديل في مواده المتعلقة بالمأمورية، عدد المأموريات ومدة المأموريات. هذه المقتضيات التي حرم الدستور أن يمس بها، وعليه هذه جاءت الخبطة على الكرديغة كما يقال. وبالتالي نحن لن نذهب إلى أي حوار مع النظام القائم ما لم يقدم الضمانات الحقيقية، ومنها ما تضمنته وثيقتنا التي سلمناه إياها في إبريل 2015، وكذلك التصريحات التي جاءت على ألسنة وزرائه والتي تشي بأنه سيتوجه إلى التمسك بالسلطة عن طريق مأمورية ثالثة. أريد بالمناسبة أن أقول أن لكن الرئيس في خطابه في النهاية أكد على أن الاستعداد لمطالبكم ونقاشها، لا يكفي هذا؟ استعداد الرئيس سمعناه أكثر من مرة، ولكن ليس لا يكفي
هذا الاستعداد عبر عنه منذ مدى بعيد، ولكن لا يكفي. نحن لا نريد الكلام، نريد الأفعال، نريد الأمور التي تجسد إرادة حقيقية للتوجه إلى حوار مع الطبقة السياسية للبلد والقوى الاجتماعية التي تتم بشأن العام. بالمناسبة لا 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 يمكن أن نقتنع بأن عبد العزيز راغب في الحوار ما دام يكيل الشتائم ويصف النخبة التي تعارضه صفة شرعية بأنها أعداء الوطن وأنها تتشكل من مختلسي المال العام والمفسدين والفاسدين. أنتم أيضا تعتبرونه عدوا؟ لا نعتبره عدوا. نحن خصوم سياسيين، ولكن لسنا أعداء لأي حد. نحن نتشبث بقضايا وطنية ونحرص على أن يكون النظام في الطريق الصحيح، ولذا عرضناه على هذا الأساس. لا لسنا أعداء أحد، لا رئيس ولا نظام ولا أي حد. نحن معارضون، والمعارضة لا تقتضي العداء. السياسة لا تقتضي أن يكون الخصوم أعداء. نحن خصوم سياسيين معارضين للنظام القائم نظرا لفشله الذريع في بناء دولة المؤسسات، دولة القانون، دولة العدالة والمساواة، الدولة التي تقضي على مخلفات على الرق ومخلفاته، الدولة التي تضمن حقوق المواطنين لكافة أبناء هذا الشعب. نعم، الاستقرار والعدالة والتنوع السلمية طغت المطالبة بتحقيقها على خطابات قادة المنتدى. هل هناك مخاوف بشأنها؟ نعم، مخاوف قائمة. النظام الرجل الذي تمسك بالسلطة في البلد أخذ السلطة عن طريق القوة، يفرض نفسه كحاكم مستبد. هذا النوع من رجال السلطة لا يمكن أن يتملص أن يتركها إلا إذا اقتنع بضرورة أن يتركها، وبالتالي ذهنية الرجل القائم على السلطة ما زالت ذهنية متمسكة تمسكا لا نهاية له. لو كان الأمر كذلك ما استصفونه بالاستبداد لما ترك المسيرة تنال. المسيرة لا أظن هو يمكن أن يمنعها نظرا للتطورات التي حصلت في البلد ونضوج ووعي الشعب الموريتاني، فليقدم على هذه الإجراءات. وسيرى هذه الحريات. هو من منحها؟ ماذا؟ هو من منح هذه الحريات؟ لا يمنح أي حرية. هذه نتائج نضالات الشعب الموريتاني وتضحياته، ولا يمكن أن يمن علينا بأي حرية. إذا أراد أن يمتحن ذلك فليسحب ما اعتبرت أنه أعطاه من الحريات، وبالتالي سيرى أن الشعب الموريتاني غير قابل. ماذا؟ هو من يقول أنه أعطى هذه الحرية؟ هو يقول من أعطى الحياة للشعب الموريتاني وأنه هو المهدي المنتظر وأن موريتانيا لم تعد لا يمكن لها البقاء إلا برئاسته. وبالتالي نحن رئيس قال إن النظام قرر حل مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية. أنتم ما موقفكم من هذا؟ موقفنا صريح وواضح. نحن لا نتشبث بمجلس الشيوخ مبدئيا. هذا موقفي شخصيا كرئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني. المنتدى لم يتخذ موقفا من هذه بصفة رسمية، وعلى أي حال أظن أن التوجه العام للمنتدى هو عدم التشبث بمجلس الشيوخ نظرا لأنه كان وما يزال غرفة تسجيل. ولكن لا 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 نقبل أي تغيير في الدستور يكون محطة في تجسيد أجندة مقتضاها أن يبقى الرئيس الحالي في السلطة عند انتهاء مأموريته التي اغتصب 2014. إذن محفوظ البتاح رئيس القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، شكرا جزيلا لك.